وزيد منها إيجابية كمان، لأنه الحقيقة إحنا كنا بنتكلم على تثبيت الصورة، إنه ده توقيت لتثبيت الصورة، الصورة الإيجابية الجيدة جدا اللي سافر بيها فريق الأهلي لكرة القدم إلى الجزائر عشان بكرة يلعب مع شبيبة الثورة الجزائرية. وادي الثورة ده عشان الناس بتغلط يا باشمهندس، هي مش الثورة، هي الثورة بالسين، لأنه ده وادي في أقصى جنوب الجزائر. وادي الثورة ده وادي موجود على بعد 1000 كيلو من العاصمة الجزائر، وبالتالي ملوش علاقة بالثورة. فشباب الثورة الجزائرية في ولاية بشار أقصى الجنوب الجزائري، بكرة إن شاء الله الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت الجزائر، الأهلي وشبيبة الثورة. لكن أنت أشرت إلى أنه من الإيجابيات لكن المهمة، لكن أنت شاطر قوي في الجغرافيا وفي اللغة العربية في لا بس كيف. عشان أصل هي ملحوظة مهمة. لا ليه بس أنا بنبسط لأن بتغطي جانب مش موجود عندي أنا. وأنا في المدرسة كنت شاطر في التاريخ لا كنت شاطر في التاريخ وخايف في الجغرافيا عشان كده انت تاريخ لا انا احب ان اقرا عن الناس وعلى. فكان استاذ التاريخ والجغرافيا هو واحد يخش في الجغرافيا قيام عدل القيع بره لما لما يشرح جغرافيا يجي في وكنت اقول له ايه يا استاذ شوقي الله يمسيه بالخير اذا كان عايش او يرحمه اذا كان. وبعدين في التاريخ يقول لي تعالى جنبي هنا اي حاجه بقى في التاريخ مجرد ما تتحكي قدامي خلصت.